أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الراصد لأهم الفعاليات والمعارض العربية رادار. مساء الخير أحمد. مساء الخير هدى، ومساء الخير لكل اللي انضموا لمتابعة حلقتنا لليوم من رادار. اليوم في حلقتنا رح نحكي عن إجراءات الأمن والسلامة وآخر التطورات في هذا المجال. معرض انترسيك للأمن والسلامة موضوع حلقتنا لليوم، دعوة لكل المهتمين تابعونا. استقبلت مدينة دبي مؤخراً فعاليات معرض ومؤتمر انترسيك للأمن والسلامة 2013 في دورته 15. الحدث المهتم في قطاعات الأمن الوطني والشرطة ومكافحة الحرائق وغيرها. نظرة سريعة على انترسيك ومن بعدها التفاصيل. جمع مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض على مدار 3 أيام جمع كبرى المؤسسات العاملة في قطاعات الأمن الوطني والشرطة ومكافحة الحرائق والإنقاذ والصحة والسلامة المهنية في المنطقة، وذلك من أكثر من 54 دولة تحت عنوان معرض الأمن والسلامة انترسيك 2013. شارك في دورة هذا العام من المعرض عدد كبير من أشهر أسماء وعلامات الصناعة، إلى جانب أجنحة كبرى ل13 دولة ضمت صغار ومتوسطي العارضين، حيث ضم الجناح الألماني الذي كان واحدا من أكبر الأجنحة 44 شركة. وقد شهدت قاعات المعرض أعدادا كبيرة من الزوار التجاريين وصانعي القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذين حرصوا على زيارة المعرض للتعرف على أحدث التطورات في الخطط والتكنولوجيا الأمنية. أتيحت للزوار والمعنيين فرصة التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في خدمات الدفاع المدني في الإمارات، ومنها المفتش الإلكتروني الذي يحتوي على معايير ومستلزمات السلامة الواردة في النموذج الإلكتروني، كما قدمت القيادة العامة لشرطة دبي من خلال المشاركة ضمن المعرض قدمت منتجاتها وخدماتها الخاصة التي حظيت بإقبال كبير، مثل نظم أمن الطيران وخدمات المراقبة العامة وغيرها. أوضحت أحدث الإحصاءات اللي نشرتها دراسة مجلس صادرات رابطة صناعة الأمن البريطانية تنامي الطلب على أحدث النظم الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما زاد بشكل كبير من إقبال الموردين والمصنعين من حول العالم على دورة انترسيك 2013. التقينا الجهة المنظمة للحدث وأطلعتنا على المزيد حول دورة هذا العام في هذا اللقاء. So today we're here at Intersec. Intersec is the largest security and fire protection event in the Middle East. إننا في انترسيك وهو أكبر معرض للحماية من الحرائق وللأمان في الشرق الأوسط، مكون من 4 أقسام: الحرائق والإنقاذ، الصحة والسلامة، الأمان العسكري وسلامة المنازل والشرطة. إنه أشبه بأربع معارض في معرض واحد، وكل منها تنمو وتتسع خلال الأشهر 12 الماضية، ويسعدنا ذلك. إننا حوالي 2000 مشارك، وكما ترى المعرض مزدحم وعليه إقبال، والجميع يقوم بعمل جيد كونه بيئة أعمال مناسبة. هذا العام نستخدم 40,000 متر مربع لتكون مساحة المعرض، أي 400,000 قدم مربع، وهو في اتساع. أضفنا صالتين إلى المعرض، وكما ترى فالمعرض رائع. So on exhibitor side we have
من جانب المشاركين لدينا مجموعة من 55 دولة، وبالأمس طلبت من زملائي أن يقدموا لي أرقام الدول التي قامت بزيارة المعرض، وحتى الآن زارنا أكثر من 100 دولة، أي أن المعرض لقي ترحابا عالميا. The specialty for Intersec, the topics that we focus on this year is aviation security and of course the development of the fire safety standards. الأمر الذي يميز معرض هذا العام هو أمان الملاحة وبالطبع تطوير معايير الحماية من الحرائق، ومن المواضيع المهمة لهذا العام أيضا هو استخدام الشركة لكاميرات المراقبة. وبالعودة إلى موضوع الملاحة، فإن المنطقة تسعى لتطوير مطارات أكبر بكثير مما نراه الآن، ولذا لابد من تطوير تكنولوجيا أكثر تطورا وابتكارا كي تتمكن من التعامل مع العديد من الأشخاص في الوقت نفسه. To be able to process many people at the same time. Well, obviously there are many subjects that are very interesting. خطط العام المقبل، هناك العديد من الموضوعات المثيرة للاهتمام في الوقت الحالي، مثل الأمان بالكاميرات وأمان الإنترنت وبالطبع الحماية من الحرائق، سيكون من الموضوعات المهمة خلال الأشهر القادمة. هناك العديد من التطورات والتشريعات التي تم مناقشتها، وهي من الأمور الساخنة التي سيتم تناولها في العام المقبل. So these subjects will be very, very hot in the next 12 months. شهد المعرض إبرام العديد من الأعمال والصفقات التجارية المهمة، مما يعكس قيمة سوق منطقة الشرق الأوسط، إذ يعتبر من أهم أسواق الصناعة الأمنية. ولذلك أسهم إنترسك 2013 في تعزيز سبل تطوير ونمو الصناعات الأمنية في المنطقة. نتعرف على مشاركة شرطة دبي في هذا التقرير. مشاركة الشرطة دائما للدعم المعرض الأمني. أعرف أن السنة هاي طبعا المعرض أكبر من العام، حتى يعني في زيادة دائما. وجود الستاند خاص بالشرطة مع هذه الشركات الأمنية اللي تصنع أو مصانع اللي تصنع لأجل الأمن، طبعا تواجد القيادة العامة لشرطة دبي دعم معنوي أيضا، في نفس الوقت دعم للجهات اللي بتتواصل معانا، وكثير من الشركات مهتمة بتي عندنا في الستاند وتعرض منتوجاتها في نفس الوقت أيضا بما يتطلب، يعني إحنا يكون استفادة من الطرفين، استفادة إن إحنا كنشوف معروضات جديدة. اليوم عندك أكثر من 990 عارض من أكثر من 53 دولة، هذه فرصة مناسبة بالنسبة لنا أن نتعرف وبنشوف الإمكانيات اللي موجودة أيضا من قبل الشركات، أيضا تتعرف على جهة أمنية أيضا تتواصل ويانا. نحن يعني حاولنا نتقلص بالمعدات والآليات. اليوم طبعا الشركات هي اللي تعرض، نحن اليوم تميزنا بالإدارات، يعني اخترنا 16 إدارة عامة مشاركة، موارد البشرية عندنا، النظام بالأنظمة اللي عندنا، كيفية الأنظمة الجديدة المستخدمة بالنسبة للخدمات الإلكترونية، بالنسبة للإدارات عندك خدمة المجتمع، إدارة التحريات، المطارات. المهم تعرف الجمهور ببعض الأمور اللي تهم يعني الأطراف والجمهور بشكل عام. من حيث الحجم ومن حيث العارضين طبعا أكثر، في زيادة كبيرة، وفي يعني في العلاقة اللي بجهة الأمنية، سواء كان في بعض الشركات وبعض الجهات الأمنية المختصة يون لغرض معين. إقبال الجمهور طبعا في عدد مناسب، ولكن
أنا أشوف في أقل من حد المتوقع، يعني المفروض يكون في أكثر. الفصل الأول ومكملين حلقتنا من معرض انترسيك الشرق الأوسط، وتتابعونا بعد الفاصل. استمارات جنائية بأحدث التقنيات، كونوا معنا. أهلا بكم من جديد. سجلت مؤسسة قيادة وشرطة دبي مشاركة لافتة في المعرض من خلال عرضها لتقنية جديدة في عالم الأمن والسلامة، وهي استمارة جنائية بميزة ثلاثية الأبعاد أو 3D، واللي بتساعد بالبحث عن المشتبه به من خلال مواصفات الجاني. تفاصيل أكثر منشوفها بهالتقرير. خلال مشاركة شرطة دبي بمعرض انترسيك 2013 لفتني أبليكيشن اسمها الاستمارة الجنائية بميزة 3D. رح نستضيف فيها الدكتور منصور الرزوقي من الإدارة العامة للموارد البشرية، رح يشرح لنا أكثر عنها. أهلين دكتور. أهلا وسهلا، حييكم. اشرح لنا أكثر عن هاي الأبليكيشن وشو المواصفات، شو المميزات تبعتها. نعم، الاستمارة الجنائية طبعا من أهم الوثائق في كل ملف قضية. حولناها إلى استمارة إلكترونية ثلاثية الأبعاد، تأخذ الأوصاف سواء من خلال التحقيق أو خلال المبلغ، تأخذ جميع الأوصاف للمشتبه فيه، نحاول نرسمها بالبرنامج نوصل لأقرب صورة للمشتبه فيه. هلا احنا حنجرب شغلة، أنا إذا أعطيتك مواصفات شخص معين تقدر تعطيني المواصفات مثل ما أنا رح أعطيك إياها أو تقدر تجيب للشباب؟ إيه نعم إن شاء الله بنرسمها خلال البرنامج ورايكم كيف يعني. إحنا رح نعطيه مواصفات مخرج البرنامج اللي هو أستاذ أمجد القفيتي، كنا حابين تكون نعطي مواصفات زميلتي هدى، بس للأسف الأبليكيشن هون موجودة بس الجنسيات الآسيوية، فإحنا رح نشوف شكل أمجد كيف بقدر نعطيه مواصفات لمخرج البرنامج اللي هو أمجد. تفضل أستاذ. أول عطنا الجنسية سواء كان عربي أوروبي آسيوي. أوكي، الجنسية هو عربي. عطنا جنسية عربي. نعم. الوجه. الوجه دائري. أصلح ولا في شعر؟ لا هو أصلح. أصلح زين. قمة الرأس. قمة الرأس دائري. دائري للأمام دائري للخلف. دائري للخلف. في أوصاف ثانية ولا؟ لا المنخار إذا في عندك واحد ثاني هو أرفع شوي. أرفع مني. هاي شو دكتور الألوان؟ ليش هيك صار لون؟ في تحكم بسيط للبرنامج، في تحكم متقدم، تتحكم في كل جزئية من الوجه. تقريبا هاي هي دانو. على ورقة تعود. أي وحدة تقريبا للأمام أو راجع للخلف؟ تقريبا هو للأمام أمجد، يعني بيكون بهاي الطريقة. أوكي تقريبا المنخار والشعر، أوكي تقريبا هو هيك شكل أمجد، مش تقريبا 100% بس نسبة معينة شبهه. إذا منفرجي الناس هاي صورة أمجد. شو رأيك بالتقرير شفناه، بيشبه أمجد ولا لا؟
هلا هو بيشبه وما بيشبه وما بعرف كيف، بس أمجد أحلى أكيد والله. منيح ما لقيت بنت، ما فيش حدا بيشبهني. هذا من حسن حظك. نرجع لموضوعنا أحمد من معرض إنترسيك، فأبرز المشاركات في معرض إنترسيك كانت للشركة الإماراتية لصناعة وتطوير معدات وأنظمة مكافحة الحرائق نافكو، والمتخصصة في تقنيات ومعدات الأمن التجاري والمعلوماتي، بالإضافة إلى الطيران والحرائق والإنقاذ والسلامة. مشاركة نافكو في هذا التقرير. طبعا نافكو طبعا هي من اولى الشركات المشاركه في معرض الانترسيك، من اول ما بلش الانترسيك من 15 سنه، ودائما نحرص على انه ندخل في المعرض بجديد في عالم الاطفاء وعالم السلامه. هالسنه مثل السنوات الماضيه قدمنا كثير شغلات، يعني اشياء او معدات جديده، اللي منها سيارات الاطفاء، معدات انظمه الاطفاء الحريق، الفاير الارم ديتكشن، وعده معدات اخرى، يعني انظمه ثانيه لاطفاء والسلامه من الحريق. هذه السنة طبعا نافكو قدمت سيارة الفالكون 6، طبعا الفالكون هو شعار الشركة، الفالكون 6 هي سيارة اطفاء متخصصة باطفاء الحريق للهبوط الاضطراري للطائرات في المطار. هذه السيارة خاصة جدا، الجديد في الموضوع انه السيارة هذه من صناعة الامارات، سيارة متخصصة في اطفاء الحريق للهبوط الاضطراري للطائرات. هذه السيارة تكون بتاخذ يعني الامر من الكابتن عندما يكون في هبوط اضطراري او حريق لا سمح الله في الاجنحه، فهذه السياره بتسير تحت الطائره قبل ما تنزل الطائره، وتقريبا بسرعه الطائره عند الهبوط، وبتعمل عمليه الاطفاء الحريق على الاجنحه قبل ما تنزل الطائره على الارض وتنتشر الحريق في الطائره. طبعا نافكو، طبعا لنا الشرف الكبير انه نافكو تكون هي الشركه المصممه لانظمه الاطفاء الحريق في برج خليفه. تم يعني تنظيم او دراسه نظام الاطفاء الفاير فايتنج سيستم مطابقة لمواصفات الـ NFPA National Fire Protection Association. نحن عملنا الانستليشن، وطبعا لنا الشرف ان نكون داومين على الصيانه تبعه. مش بس شركة نافكو اللي كان لها مشاركة مميزة بالمعرض من خلال سيارة الإطفاء، بل الحالة ذاته لشركة بريستول فاير إنجينير اللي شاركت بسيارة إطفاء مزارع بترول واختصاص تصنيع سيارات إسعاف. أدمين في المعرض القاذف للإطفاء، وهذا من يعني قاذف ضخم الكاباسيتي 6000 جالون في الدقيقة، وبيشتغل على الفوم وبيشتغل على المي وبيشتغل على البودرة، ويستعمل في إطفاء مزارع البترول. بقصد مزارع البترول التوانك الكبيرة تاعت النفط لما بيكون فيها فاير، فهو بيقذف فيها الفوم، بيقذف المي، بيقذف البودرة، بيطفي هذا. والله يعني جهاز زي هذا سعره بحدود يمكن 750,000 دولار، لأنه هذا تكنولوجيا كبيرة مركبة فيه. تنساش أنه هو لما يعني كم في حالة استعماله كم بيقدر يحقق من المكاسب في إطفاء الحريق، بيحمي مليارات الفلوس. نحن
احنا شغلنا اكثر شيء يعني بنسميه اللي هو كاستمايزد، يعني الزبون شو اللي بيطلبه نحن بنلبي له طلباته، على اي نوع سياره، على اي نوع شاسي، ما انه عندنا اي شيء معين. بالنسبه للمجموعه هي هذه اول سنه بالنسبه لهم بيشاركوا بهذا المعرض باسم صناعة السيارات. هن دائما كانوا يشتركوا بمنتجاتهم السابقة، بس هذا القسم مثل ما قلت انه صار له 6 شهور. نحن بالنسبة لمنتجاتنا المنيح فيه انه منلبي كل الطلبات، ونحن في عنا الصناعة المحلية، يعني عنا المصنع قائم بأبو ظبي، وفي عنا كمان نحن عاملين جوينت فنتشر مع شركات أوروبية إن كان لسيارات الإطفاء ولا لسيارات الإسعاف. بالنسبة لسيارات الإطفاء نحن بالتعاون مع شركة زيجلر الألمانية العالمية اللي عندها خبرة بصناعة سيارات الإطفاء أكثر من 100 سنة. نحن هلأ منمثلهم بدولة الإمارات، ومنجيب السيارات فيها تكون جاهزة كاملة من عندهم من أوروبا، حسب رغبات الزبون، لأن في زباين بتحب تكون أنه السيارة منتجة أوروبية كاملة. وفينا كمان نحن ضفنا أنه نستخدم المضخة من زيجلر، وبقية القسم تاع السيارة بيتصنع عنا بمصنعنا بأبو ظبي. وكذلك الأمر بالنسبة لسيارات الإسعاف، السيارة اللي شايفينها هي هيدي جاية من شركة زيجلر الألمانية، مصنعة من قبلهم. اللي بيميزها أول شيء إذا بتشوف هي معدلة لتشيل عدد أشخاص زيادة، يعني اللي بنسميها الكرو كابن، هيدي خاصة بزيجلر اللي بيسموها الزد كاب، واسعة أكتر، بتشيل 7 عناصر مع كاملة التجهيزات، من كل مجهزة بكل أجهزة الإنقاذ، وفيها خزان مي لحتى يسعف ويقوم بعملية إطفاء الحريق. هذه سيارة الإسعاف تم تجميعها، يعني الكت إجا من بولنتي إيطاليا، هيدي هي للإي إن 1789 اللي هو الستاندرد الأوروبي، مبنية طبعا على كمان شاسي أوروبي، والكت إجا من بولنتي. ميزته هذا الكت أنه معمول من مادة اسمها الـ RTM. هذه الـ RTM يعني سهلة كتير الانتاج، عندها سيرفس، يعني السيرفس تاعيتها دايما السماكة تاعيتها موحدة، مش مثل بقية المواد اللي تستخدم بصناعة الإسعافات اللي هي الـ ABS ولا الفايبر. الـ ABS والفايبر دايما سماكاتهم ما بتكون متساوية، أما هذه التكنولوجيا الجديدة الـ RTM هيدي دايما السيرفس تاعيتها متساوية، سهلة التنظيف، ما لها رائحة، ويعني خالية من الجراثيم، يعني تنظيفها سهل كتير. هلا هو طبعا حسب المستخدم، كل مستخدم عنده طلبات خاصة فيه، يعني المستشفيات عندهم طلبات خاصة بالإسعافات، الشرطة عندهم طلبات خاصة، يعني منلبي الاحتياجات نحن الزبون، ما بنفرض عليه أي شيء كيف بده إياها من الداخل، إلا إذا كان زبون هو ما عنده هالخبرة فيها، وهذا قليل كتير. يعني دايما زبون الإسعاف ولا الإطفاء هن أشخاص ذو خبرة، منلبي لهم احتياجاتهم حسب المواصفات اللي هن طالبينها، وطبعا هن أكثر شيء بيتبعوا يا المواصفات الأمريكية يا المواصفات الأوروبية اللي نحن طبعا منلبيها اثنينات. طبعا إسعاف الشرطة دايما مجهزة بمعدات، يعني معدات إسعاف أكثر من المستشفيات. المستشفيات دايما بس بتلبي حاجة نقل المريض من بيته ولا من عمله للمستشفى، أما الشرطة بتعرف بتلبي احتياجات العالم، حوادث سير، كوارث طبيعية، منشان هيك بتكون سياراته مجهزة من الداخل بمعدات طبية يعني على مستوى عالي أكثر من عادة المستشفيات. فاصل مكملين حلقتنا من عالم الأمن والسلامة، وتتابعونا بعد الفاصل. رادار يشارك في تدريبات حية لرجال الإطفاء، تابعونا.
أهلا بكل اللي انضم لمتابعة رادار، مكملين مع معرض الأمن والسلامة انترسيك 2013. وأهم ما ميز معرض انترسيك لهذا العام مشاركة الدفاع المدني اللي استغل المساحة الخارجية لمركز دبي للمؤتمرات والمعارض لتدريب رجال الإطفاء، وتحدى الفرق المشاركة في المعرض من مختلف أنحاء العالم. أحمد كان موجود في المعرض وجرب كيفية تدريب رجل الإطفاء والخطوات اللي لازم يتدرب من خلالها عشان يكون رجل إطفاء ناجح. خلنا نشوف. معنا هلا استاذ ناصر عبد الله رئيس لجنه التحكيم في بطوله تحدي رجال اطفاء. استاذ ناصر كيف حالك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. استاذ ناصر يا ريت تشرح للمشاهدين اللي عم يحضرونا هلا شو اللي عم بيصير هون، انا ليش هيك لابس، اشرح لنا اكثر. طبعا هذه بطوله تحدي رجال اطفاء تقام كل سنه في دوله الامارات العربيه المتحده وفي بعض دول الخليج. تحدي رجال اطفاء هي بطوله لرجال الاطفاء، عباره عن العاب لتحدي مخاطرهم في ضمن مجال عملهم في بطولة تحدي رجال الأطفاء. اشرح لنا أكثر عن البدلة اللي أنا لابسها. هاي طبعاً بدلة رجال الأطفاء هي ضد الحريق، وبدلة مناسبة يعني لأنك تدخل في مخاطر الحريق، وهي بدلة يستخدمها طبعاً جميع رجال الأطفاء في جميع الدول العالم. من شو مكون البدلة؟ طبعا هي من قماش وداخل فوم مضاد للحريق. اوكي، اليوم انتم الشيء اللي مشاركين فيه اليوم بالمعرض، خبرنا عن مشاركتكم هاي السنه بالمعرض. طبعا مشاركتنا بالمعرض عندنا هاي البطوله هي خارجيه ضمن معرض انترسيك، معرض الامن والسلامه. نحن دائما يعني كل سنه تكون البطوله خارج الارض المعارض. ليش دائما تكونوا خارج ارض المعارض؟ شو الفعاليات اللي بتسووها؟ لان المساحه كبيره يعني، فنحن نستخدم مساحه خارجيه دائما، وهي بطوله ستاندرد عالمي تكون خارج، يعني هي دائما تكون خارجيه مش داخليه. ناصر انا هلا شايف يعني رجال اطفاء يعني بيتحركوا وبيطلعوا ادراج، فخبرنا اكثر عن الشيء اللي عم نشوفه. طبعا رجال الاطفاء دائما عندنا لهم عده مخاطر هم يعني يواجهونها. انت احمد الحين اطفائي معانا، فراويك ان شاء الله كيف اللعبه تقام ان شاء الله. راح نروح هلا انا وناصر، انا هلا رجل اطفاء مش مذيع مش مقدم برامج راح انسى رادار، راح اروح ننقذ شخص بالحريق. صح اوكي يلا. ها احمد شو حسيت؟ عادي. لا يا عادي اتدمرت نص. بس قد ايه اخذت وقت؟ اخذت وقت 3 دقائق واربع اجزاء من الثانيه، يعني وقت ممتاز. اوكي ممتاز. فكرت اخرت. ناصر شو رايك فيني انا كرجل اطفاء، بنفع اكون رجل اطفاء ولا لا؟ صراحه ايوه. صراحه ما تسحب الجمهور عادي. لا تنفع. ناصر هلا انا عادت خلصت العمليه، هلا اذا بدي اقيم البني ادم او الجثه اللي علي كيف بقيمها، بنفس الطريقه اللي شلته فيها او لا؟ لا الـ 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 طبعا الدميه المتطوعين ومن لجنه التحكيم هم اللي يزيحونها عنك بعد ما تخلص. مش رجل الاطفاء؟ لا مش رجل الاطفاء، هو في اللعبه كلعبه. طبعا الفكره ان رجل الاطفاء بعد ما ينقذ الجثه البني ادم طلعها برا، فهناك موجودين رجال الاسعاف فهم اللي يقومون بالدور الاخر. ناصر مثل ما قلت يعني مثل ما انا جربت وشافوا المشاهدين معنا، الشغله مش سهله. اول شيء الحجر يعني مش الاشياء الثقيله اللي احنا بنحملها، الدميه وطلعات الدرج والركض، هذا كله جهد يعني بتعب. غير هيك انا بدي اقول اذكر الطاقيه اللي انا لابسها الهملت والبدله هي عن جد فعلا ثقيله، فمن اي عمر الواحد لازم يبلش تدريبات، يعني
اكيد مش من بعد ال 20 سنه وفوق، من اي عمر لازم الواحد يبلش ليدخل يصير رجل اطفاء محترف؟ طبعا نحن ما ننسى دور رجال الاطفاء، طبعا هم لهم كل الشكر والتقدير في مثل الامور هذه، لان الحرائق جدا صعبه وهم يقومون بمهمه جدا 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 صعبه وتحتاج لتقدير كبير. ورجال الاطفاء مجرد ما يدخل وياخذ دورات رجال الاطفاء ممكن دايركت يقدر يشاركنا في البطوله يعني، بس تحتاج لياقه كبيره طبعا. تحتاج لياقه، بس مبدئيا من اي عمر مفروض الشاب يبلش بموضوع رجال الاطفاء؟ ممكن يبتدي في سن 18 سنه ما في مشكله يعني. ولازم المينيموم قديش لازم يجيب سكور بالتدريب؟ والله نحن عندنا ما شاء الله في شباب يعني من منتخب الامارات، منتخب الكويت، طبعا يشاركون عدة مرات يعني ما شاء الله عندهم أزمنة قوية يعني في الدقيقة وخمسين دقيقتين يعني ما شاء الله يعني. وأنا ثلاث دقايق. أوكي، مين أحسن دولة لحديث هلأ عم تتدرب بشكل صحيح من الدول اللي مشاركين اليوم بالمعرض؟ والله عندك منتخب الإمارات ما شاء الله يعني دائما حريص على التدريب، وعندك منتخب الكويتي دائما ما شاء الله يحضر للبطولة الدولية، هاي تقام دولية فدائما يحضرون الدولية يعني، هم أكثر دولتين اللي هم دائما يعني حريصين على هذه البطولة. ناصر أنا بدي أشكرك على التدريب اللي قمت فيه، أنا إن شاء الله ما رح أكمل كرجل الإطفاء. بساعد الناس بس. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. يعطيكم العافية، مشكورين. أشكرك، شكرا. كيف كانت التجربة أحمد؟ شفناك رجل إطفاء ناجح، كسر الدنيا، جبت سكور على فكره كثير منيح، لا باس به. لا الحلو مثل ما شفتي هدى انت والمشاهدين، على قد ما كانت التجربه حلوه بس على قد ما كانت متعبه، بس انا بفضل اضل برادار وشغل رادار احسن بكثير. احنا بدنا اياك تضل برادار، اطمن. اكيد. والاجانب المؤسسات المحليه الاماراتيه مشاركات عالميه من ايطاليا وفرنسا كان لها بصمه بالمعرض، فالجناح الايطالي قدم كاميرا مراقبه بتقوم بمراقبه الافراد من بلدان واماكن مختلفه. شركه اتس شاركت بالمعدات الامنيه والمعنيه بالسلامة من خلال تقديم أجهزة الإنذار والسماعات. خلينا نشوف تفاصيل بهالتقرير. بصراحة أول مرة نشترك بالإنترسكت، بالواقع اشتركنا قبل بالجايتكس من كم شهر ومن كم سنة، مثل ما قالت جايين من إيطاليا ونحن مختصين بالفيديو كونفرنس سولوشن. شو الميزة السوفتوير اللي عنا؟ نحن ديفلوبر ونحن أونر للسوفتوير، معنا كل الكوبرايت تبع السوفتوير. الميزة أنه نحن السوفتوير لأنه هيك نقدر we can customize the product، يعني نقيس على حسب القياس، حسب الجسم نركب السوفتوير، يعني حسب المتطلبات لزبون انه ركب ننظم السوفت وير. يعني نحن مين المين الزبائن الاساسيين؟ حيلا شركات امنيه ضخمه، من مؤسسات عسكريه لمؤسسات الدوله للوزارات الداخليه لمؤسسات حتى الشرطه كمان، ومن ميل تاني للشركات الخاصه الكبيره، البنوك، المؤسسات اللي حتى عندها عمال كبيره، حتى للمؤسسات كمان الجامعيه. ليه؟ لانه السوفت وير نحن هو السوفت وير عنده عده حلول لعده مشاكل، اوكي، يعني من الاي تريننج للتيلي ميديسن مثلا، الطبابه على مسافه تنقول، كمان عندنا حلول وخاصه للسكيورتي. هلا شو اهميه وجودنا هون؟ انه نقول للزباين ونبرهن للزباين انه كيف هذا السوفت وير هو انتراكتيف باي دايركشنال واي، يعني باتجاهين مش باتجاه واحد، لانه العديد من السوفتورات الموجوده بالسوق هي سوفتورات باتجاه واحد اكثر، يعني انت بتتحكم بجهاز او مثلا تعطي معلومه مع شخص او شيء، بينما بالواقع نحن لا، في تعامل بالاتجاهين صوت وصوره، which is هذا انه متقدم اكثر، ادفانس اكثر نسبه لغير السوفتورات يلي عم تشوفوه وراي بالشاشه مثلا، انه نحن موجودين هون فينا نتحاور مع اشخاص وفينا حتى نتحكم باجهزه
بعيدة من هون. نحن عم نتحكم بروبوت صغير مثلا موجود بإيطاليا بمكاتبنا، وهالروبوت متنقل وعم نتحكم فيه من هون، ناخد كل المعطيات. وفي حتى كمان ناخد، مش بس انه نعطيه انفورميشن نتحكم فيه، حتى كمان فيه يعطينا معطيات لو كان شخص مثلا موجود عليه. أتيس هي شركة عالمية أصلها فرنسي، متخصصين بأجهزة النداء الصوتي الـ Voice Evacuation والـ Public Address. احنا اكثر شيء المميز واللي فخورين به انه البرودكتس والمنتجات الانذار الحريق تصنع لاول مره بالامارات العربيه. المعمل انتقل صار من ايطاليا، اشترينا التكنولوجي واكوارد التكنولوجي ونقلنا المعمل الى من ايطاليا الى دبي، وفخورين جدا انه يكون هو اول معمل لاجهزه انذار الحريق بالكامل مصنع بالإمارات. طبعا هو انت عندك الانذار الحريق هو يتحسس وجود الدخان والسموك، فبعدين لازم انت تعمل ورا الديتكشن، لازم تعمل فشي مهم جدا اللي هو الايفاكيويشن، انه كيف تخلي السكان من هاي المنطقه الخطره في الحريق، فتحتاج سماعات وتحتاج صافرات انذار. موضوع جدا مهم، موضوع ايضا جدا شائك من ناحيه احنا نسميها الاكوستكس، الدراسه الاكوستكس للمكان. والحمد لله أتيس احنا 40 سنه خبره وورلد وايد، مشاريع ضخمه جدا معموله مثل مترو دبي، الاميريتس وين تاور، الحمد لله مولات كثيره بهالمجال. سيارات الشرطة الأمريكية الأشهر في العالم بنشوفها من خلال مطاردات الأفلام والمسلسلات تواجدت في المعرض، ممثلة بشركة كاربون موتورز والتي تقوم بتصنيع سيارات تحمل صفات طائرات هليكوبتر. لنتابع. إنها المرة الأولى التي ننقل المعرض خارج الولايات المتحدة، ونحن هنا في دبي نزور المعرض كونه الأكبر في مجال الأمان والسلامة. Carbon Motors has the world's first and only purpose-built law enforcement patrol vehicle. لدينا أول مركبة دوريات بإمدادات والوحيدة من نوعها، فبدلاً من شراء مركبة وإضافة المعدات عليها لتكون مناسبة للغرض المستخدمة، من أجله جمعنا كل هذا في مركبة كربون A7، وبهذا تكون المركبة جاهزة ومعدة لاستخدامها في مختلف الأغراض. إنها مسألة عالمية ولا توجد منها في أي مكان آخر في العالم. بدأنا في الولايات المتحدة ونسعى للتوسع الآن وخاصة في الخليج، فأتى لزيارتنا أشخاص من قطر، إيران والعراق ومن الكويت وعمان ومن كل مكان، ومهتمون بهذه المركبة. So what we did was we integrated all the law enforcement equipment. What we have is ما فعلناه هو دمج كافة معدات الإمدادات القانونية في مركبة واحدة، وعليها لوحة كأي سيارة للتعرف عليها، وتصوير حراري، وكاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء، والإضاءة كما ترى خلفي، وكلها مدمجة في نظام كمبيوتر واحد، وعندما تركب السيارة كأنك في مقصورة طائرة أو هليكوبتر. وصل
الفاصل الأخير ومكملين حلقتنا من رادار والخاصة بمعرض الأمن والسلامة انترسيك 2013. بعد الفاصل رح نتعرف على سيارات السياسيين الآمنة. خليكن معنا. المؤسسات الرائدة في عالم الإلكترونيات مثل باناسونيك وسوني إلكترونيكس كانت لها مشاركة مميزة بالمعرض من خلال تقديم العديد من الأجهزة الأمنية اللي بتقوم بالحماية والمراقبة الخارجية والداخلية. فماذا قدموا؟ نتابع. نحن بنشارك بالمعرض الانترسيك صرنا عدة سنوات، معرض كتير مهم بالنسبة للسيكوريتي برودكت بالميدل ايست، ومشاركين اور سيكوريتي سوليوشن موستلي عندنا سي سي تي في برودكت اللي هن كومبليت كاميرا رينج انالوج واي بي فروم سمول هوم يوز كاميراز لحديت الميد رينج والهاي اند برودكت للجفرمنت اند هاي سيكوريتي ارياز. باناسونيك نازلين بعض كاميرات جديدة اللي هي بتعطيك 360 درجة، كاميرا بتحطها على السقف بتعطيك 360 درجة بتغطي كل المنطقة، هي ميجا بيكسل هاي ديفينيشن كمان، فنسبة العالية نسبة ريزوليوشن عالية جدا. بنفس الوقت نازلين كمان الفيديو اناليتكس، فبقدر كتير عندنا فيتشرز بالفيديو اناليتكس بنقدر نحلل اذا عندنا شخص عم يدخل على منطقة ريستريكتد مش مسموح يكون موجود فيها حد، بتعطيك الارم بدون ما يكون في اي سنسرز عن طريق الكاميرا، بتعطيك عدد تعمل كاونتينج قديش عدد الاشخاص عن طريق التعرف على الوجه، بتعطيك كمان قادرين نتعرف على اذا انت زدت اوبجكت بمطرح معين او شلت منه شيء، فالهاي سكيورتي ارياز مثل المطارات او غيره، فكل هيدي بنقدر نتعرف عليها عن طريق الفيديو اناليتكس. كاميرا نحن هاي البي تي زد بتتركب خارجية على عمود أو بول أو منطقة عالية لتعطيك كفرج لكل المنطقة، فالكاميرا الدوم بيجي عليها مي بيجي عليها دست فبتأثر على الصورة بتبطل صورة واضحة، فالشي اللي عملنا نحن سبيشال كوتينج حطيناه على الكفر تبع الكاميرا، فهالشي ما بيخلي المي أو الدست تتعلق على الدوم، فما عادش بحاجة أنت كمان كل فترة تبعت مينتيننس بيبول اللي يطلعوا على البول لفوق وينظفوا الكاميرا حتى تضل الصورة واضحة، فأوتوماتيكلي الدوم بي itself بت clean itself فبتخفف بتخلي الصورة على طول واضحة وبتخفف الهدك تبع المينتيننس والكوست تبعية المينتيننس كرماله. بهداك السكشن عنا عدة كاميرات فور درايفنج، عنا درايفنج ريكوردر هي كاميرا بتنحط بقلب السيارة بتسجل كل شيء عم يصير while you are driving، فبهالوضع أي evidence for what's happening إذا في أي شركة أو حدا عنده مجموعة من السيارات بده always to keep control وعنده evidence what happening، ما فيها built-in GPS فكمان بتحفظ لك الطريق اللي أنت عم تمشي عليها والسرعة اللي ماشي فيها ووين وقفت ووين ما وقفت، فليتر اون وين يو بلاي باك الفيديو اللي هو على SD كارد بكون محفظ فيك تعرف التراك هذا انت الطريق اللي سقته وين ثرو المابس الاونلاين مابس. فهو
هودي مو موستلي فور بوليس ابلكيشن فور بروجكت، ما بكونوا موجودين بسوق بكونسيومر ماركت بس اون سبيشال بروجكت. بشكل عام ما في حاجة، وسعرهم وكلفتهم ما بتسمح انه مش انه بس اني مور فور بوليس ابلكيشن، مش لاي حدا يحطون يعني. مثل كل سنة is one of the leaders. نحن عندنا كاميرا سيستمز من زمان، وكل سنة منشارك بالمعارض ومنهم انترساك يلي هو أهم معرض للسيكوريتي بالشرق الأوسط. في عنا السنة موديل جديد منزلينه يلي هو الهايبريد كاميرا. الكاميرا عبارة عن كاميرا بنفس الوقت أنالوج وآي بي بالكواكسيال كيبل يلي موجود أوريدي بالسيستمز القديمة اللي مركبة. فيك تبعت السيجنال أوفر آي بي وبنفس الوقت تبعت أنالوج سيجنال على ريسيفر، وبتطلع من الريسيفر كمان نفس الوقت آي بي وأنالوج. عندنا كمان كاميرا جديدة، عندنا موديلين، واحد اي بي وواحد انالوج. الوايد دايناميك رينج بالكاميرا هيدي بتتميز فيه، لما تكون عم بتصور فيسينج ذا داي لايت ضوء النهار الكاميرا بتصور الضوء القوي، والوجه اجمالا بيطلع اسود اون ذا دارك سايد. هاي الكاميرا فيها فيتشر لما تحطها اون بيطلع الوجه منور مثل كانه في الضوء كمان جاي على الشخص، لتكون كل الصوره واضحه ما يكون فيها محلات مظلمه. اكيد السكيورتي كاميراز معموله لحتى تكون تحفظ الصوره، عم بتسجل على طول كل الوقت، ولحتى تحمي العالم خاصه بالايام اللي احنا فيها، في كثير عم بيصير جرائم وسرقات، بس تكون عم بتسجل وخاصه بهيك اوضاع يعني بهيك اذا باركينج او بيزمنت او محلات كثير صعبه فيها الصوره تلقطا، عندنا حل لكل هالامور. في عندنا كمان كاميرا فيري سمبل كاميرا فيها فيس ديتكشن. الفيس ديتكشن مود فيها انه اوقات عندنا هلا بروبلم بالتسجيل اوفر اي بي، انه ستورج صارت مساله صعبه للشخص يقدر يحط ستورج انف تو ليسجل وقت مده طويله. بالفيس ديتكشن مود الكاميرا بتسجل بس لما يكون الشخص مارق قدام الكاميرا، وبتشوف الكاميرا انه في شخص، بتعرف انه بتفهم هيدا الشخص، بتبلش تسجل. وبنفس الوقت نفس الكاميرا بتعمل اكاونتينج، بتصير تعد كم شخص مرق كرمال استفادات معينه. جروب الشركة التي تقوم بتركيب الأجهزة الأمنية وتصنيع سيارات الجيش وسيارات لرجال السياسة كانت لها مشاركة مميزة في المعرض، نتعرف على مشاركتهم في دقائق. نقدم المركبات المسلحة في هذا المعرض سواء كانت تجارية أو العسكرية، وهذا المعرض يقدم فرصة متميزة للجميع ليروا السلام والأمان الذي يمكننا أن نقدمه لهم. يأتي الزوار هنا ليروا المركبة التي خلفي والتي تم اختبارها في ألمانيا ويحاولون اختراقها لمعرفة إذا كانت مرخصة أم لا. يختبرونها من المتفجرات ومختلف الذخائر، ويمكن للجميع أن يرى أننا نصنع سيارات فخمة وأخرى عسكرية ووضع الأسلحة داخلها وكيفية حمايتها. No
not a problem. What behind me, what you see is the Land Cruiser, the black. هناك مركبة أخرى خلفي وهي اللاند كروزر السوداء المزودة بالأسلحة عند تصنيع مركبة سلاح في ألمانيا. هناك مؤسسة لابد أن تمر عليها جميع المركبات المسلحة كي تحصل على ترخيص، وهو مركز ترخيص. ما يفعلونه هو محاولة اختراق المركبة وإطلاق النار عليها وعلى الزجاج وعلى المناطق الضعيفة. وقد وضعت جميع أنواع الذخيرة في مقصورة هذه السيارة، وإذ لم يتمكنوا من خرق المقصورة تحصل السيارة على الترخيص ويمكن تصنيعها من الشركة. And that your vehicles are now certified to be armored and produced by your company. White Land Cruiser GXR, which is. هناك سيارة البيضاء أيضا المسلحة على المستوى السادس الذي يمنع اختراق الرصاص للمقصورة، وعلى يمين المركبة كوبرا التي صممناها وننتجها على Land Cruiser Chassis 200. And that is produced on the Land Cruiser 200 chassis as well. على اليمين أمامي لدينا المرسيدس S550 التي تصنع في الولايات المتحدة أو كندا، ومستوى التسليح B6. يمكن لأي شخص على الطريق أن يأتي، ما دام مرخص له شراء وامتلاك هذه المركبة في بلده، مسموح له من الحكومة والبلاد أن يقود سيارة مسلحة مثل الولايات المتحدة، يمكنه أن يأتي إلينا للحماية. بعض الدول تتطلب ترخيص للتصدير والاستيراد، ولا بد من الحصول على ترخيص من الوزارة للسماح بدخول المركبة إلى البلاد. يمكننا الاعتناء بهذا الأمر أو أن يقوم العميل بذلك بنفسه. كانت هذه جولتنا بمعرض انترسيك للأمن والسلامة 2013 بدورته الـ15. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل، وفعاليات ومعارض جديدة من أروقات العالم العربي. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.